في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش ديروا الطلب ديال حساب مات با امازون من اي بلاد وكيفاش ترفعوا من الحظوظ ديالكم باش تقبلوا. وفي الاخر غادي نوريكم واحد الطريقه مضمونه 100% كيفاش تاخذوا الحساب ديالكم في 24 ساعه. تبعوا معايا في الاخر باش تفهموا كل شيء من ا حتى زد. زيد اسيدي على بركه الله. اول حاجه غادي ديروا هي غتمشيو lmatch.amazon.com وغادي تكليكيو على ساين اب. الا ديجا عندكم مات با امازون اكاونت غادي تدخلوا الايميل والباسورد ديالكم وغادي تسبقوا على ساين ان. الا ما عندكمش الاكاونت غادي تسبقوا على كرييت امازون اكاونت ودخل المعلومات ديالك، السميه ديالك، الايميل ديالك والباسورد، دخل الباسورد عاوتاني وكليكي على كرييت يور امازون اكاونت ناو. امازون غادي تصيفط لك واحد الفيريفيكيشن كود، غتمشي تجيبو من الايميل ديالك وغادي تدخلو هنايا، غادي تكليكي على كرييت يور امازون اكاونت. من بعد غادي يبان لك ماتش با امازون سيرفيسز اغريمنت، خاصك تقراه مزيان وتفهمو وكليكي على اكسبت. تيقولوا لك خاصك هاد المسائل يكونوا عندك واجدين بحال بيزنس كونتاكت انفورميشن والبنك اكاونت والراوتين نمبر والسوشيال سيكيورتي نمبر ولا التاكس ايدنتيفيكيشن نمبر. دابا كليك على كنتيني. فهاد ستيب كيطلبوا منك باش تدير سيت اب ديال تو ستيب فيريفيكيشن، فتاكد ان يكون عندك التليفون ديالك واجد حداك ودخل النمره ديالك هنايا وكليكي على سند او تي بي ودخل داك الكود اللي كيصيفطوا لك هنايا وكليكي على كنتيني. دابا كتجي الكونتري ريجن سيت اب. هذه واحد المساله اللي خصكم تفهموها مزيان. كاين دي ريجيون اللي كتقبلهم امازون وكاين دي ريجيون اللي ما كتقبلهمش. غادي تختاروا البلاد فين عايشين. انا عايش في انجليز، غادي ندخل انجليز. هنا غادي تدخل البيزنس نيم ديالك. الا عندك شي كومباني غادي تدخل السميه ديال الكومباني ديالك، و الا ما عندكش كومباني غادي تدخل غير السميه ديالك، الاسم الشخصي والاسم العائلي. ودابا غتدخل لادريس ديالك، البوست كود ديالك ولا زيب كود ديالك، هو الكود بوستال والتليفون ديالك. هاد البيزنس ادريس هادي اش كتعني هي؟ الا بغيتي مثلا لزيميل تصيفطوا لشي ايميل واحد اخر كتدخلها تما، سينو دخل غير الايميل اللي تسجلتي به. دابا خاصنا ندخلوا المعلومات البنكيه ديالنا. بكوا على هاد دروب داون منيو، اختاروا البلاد فين عايشين. تصنتوا هاد المساله مزيان الخوت. الا عايشين في شي بلاد اللي امازون كتقبل البنك اكاونت ديالهم، دخلوا داك البلاد هذيك. الا راكم في المغرب ولا في الجزائر ولا هذا ما كتقبلكمش امازون، غادي تستعملوا بي ان اي ولا بي سيرا ولا ترانسفير وايز، وهاد البنكات هما اللي كيعطيوك بنوك امريكيه. سو غادي تدخلوا في البلاد، غادي تدخلوا ميريكان وغتدخلوا سميه البنك اللي عطاتكم بي ان اي مثلا، والمعلومات كامله اللي غتعطيكم بي ان اي ولا ترانسفير وايز ولا بي سيرا. الا ما عندكمش بي ان اي راني فسرت كيفاش تفتح باينير اكاونت. هنا غنخلي لكم اللين لتحت باش تفرجوا فيه من بعد، وغادي نوريكم حتى ثامنيل كيفاش داير ديال داك الفيديو هذاك الا بغيتو تمشيو للشانل وتفرجوا فيه من تما. دابا غادي نمشيو للستيب ديال نعمرو البنك اكاونت ديتيلز ديالنا. غادي نكليكيو على اد، وخصنا نعمرو التاكس انفورميشن ديالنا ولا المعلومات الضريبيه. كليك اون كومبليت تاكس انفورميشن، سيف اند كونتينيو. الا صوبتي الحساب ديالك على حساب انك انديفيديو غادي تسيليكت انديفيديو، ولا بغيتي تصوب الحساب ديالك على حساب انك بزنس غادي تسيليكت بزنس. الا كنتي من امريكان فروم ذا يو اس غادي تكليكي على يس. الا كنتي عايش برا امريكان غادي تبرك على نو. هاد اللعيبه ديال ار يو اكتين از ان انترميديري ايجنت او اذر بيرسون ريسيفين بيمنتس اون بيهاف اوف انذر بيرسون اور از ا فلو ثرو انتيتي غادي نسيليكتيو نو. دابا غادي تسيليكتي البلاد فين عايش نتايا. هنا فين بزاف ديال الناس كيغلطوا، ولكن راه سيمبل. الا كنتي عايش برا امريكان وعندك شي رقم ضريبي اللي تعطالك من طرف البلاد اللي عايش فيها، هذاك الرقم الضريبي غادي تدخلو هنايا. الا ما عندكش رقم ضريبي كاع دخل غير النمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك، ولا تقدر تعيط للاي ار اس الامريكان وغادي تقول لهم يعطيوك واحد النمبر سميتو اي اي ان امبلوي ايدنتيفيكيشن نمبر. في هذه الحاله غادي تبرك على هذا البوكس هذا وغادي تختار هذه لوبسيون هذه اي اي ان وغادي تدخله هنايا. ساهل بزاف الخوت، ولكن الا كنتي عايش في امريكان وعندك رقم ضريبي ديالهم خاصك تسيليكتي هاد لوبسيون هادي اللي هنايا. اس اس ان هي السوشيال سيكيورتي نمبر، اي تي اي ان هي انديفيديوال تاكس ايدنتيفيكيشن نمبر. سو لابد خاصكم تعرفوا شنو هو الفرق ما بيناتهم. سو انا ما غنتيكيش هادي لان الانسان اللي كنطلب الحساب من طرفه كيعيش في اليو كي وعندهم لوكال تاكس ايدنتيفيكيشن نمبر، يعني رقم ضريبي اللي معطي لهم اليو كي واللي هو ماشي ديال امريكان. وكنكليكيو على كنتينيو. دابا لان اختارينا اليونايتد كينج قالوا لنا بان هاد البلاد كتكاليفيا لواحد تريتي بنفيتس، وداك الاتفاقيه اللي ما بين انجليز وميريكان هي 0% ديال تاكس ويذ هولدين، يعني ميريكان ما كتاخذش تاكس الناس اللي عايشين في اليو كي. في المغرب كنعرف كاين 10% ديال التاكس، وكل بلاد عندها الاتفاقيه ديالها مع امريكان. سو ما غاديش نخلصوا حنايا 30% عندنا 0%، ولكن بطبيعه الحال غادي نخلصوا التاكس هنايا في اليو كي. غير هي امازون ما كتنقصناش 30% من رويالتيز ديالنا. دابا غنكليكيو كونفيرم، وكما كتشوفوا قالوا لنا تكاليفينا باش ناخذوا تريتي بنفيتس. دابا خصنا نبركوا على كونسنت ونقراو هذا الشيء ونفهموه مزيان. ودابا غنكتبوا السميه ديالنا باش نسينيو، والتاريخ غادي يكون ديال اليوم. ودابا غنكليكيو
كليكيو على Save and Preview. تأكد أن المعلومات كلها صحيحة وكليكي على Submit Form. ودابا كما كتشوفوا Tax Information ديالنا تفاليدات والWithholding Rate هي 0%. دابا غنبركو على Exit Interview وغنبركو على Save and Continue. دابا في آخر step خاصنا نختاره Industry Type ديالنا، ندخلو Name ديال Business ديالنا ولا Organization Name، وندخلو Additional Information ولا كما تنعرفوها برسالة ولا الميساج، ولا عندنا شي Website غادي ندخلو هنايا وخاصنا نفيريفيو وندخلو الكابتشا ونديرو send request. وهادشي اللي كاين ساهله ماله. بزاف ديال الناس كيقولك دخل novelty t-shirt business ولا small business، حنا غنطلبو بطريقه مختلفه اليوم فنديرو other. هاد النوبه ما مدخلينش المعلومات ديالنا على حساب اننا business، فمدخلين المعلومات ديالنا غير بالسميه والكنيه، وما باغينش نبينو الطلب ديالنا بروفيسيونيل بزاف لان امازون كيوصلهم بزاف ديال الطلبات بروفيسيونيل. بغينا نبانو بحال شي انسان عادي اللي باغي يدير الطلب. تقدروا تدخلوا اي اوبسيون بغيتو، ما عندهاش علاقه بواش غتقبلوا ولا لا. هنا غندخل السميه والكنيه، هنا في additional information ما غاديش ندير شي حاجه بروفيسيونيل بزاف، شي حاجه اللي باينه عاديه وصافي. علاش بغيت ندير شي حاجه عاديه؟ لان امازون ديما كيجيوهم بزاف ديال الطلبات اللي كيبانوا بحال بحال، والاكثريه ديالهم بروفيسيونيل بزاف، يعني يقدروا يشوفوا الطلب ديالي ويقولوا هذا راه فريد من نوعه، ولكن انا كنظن انهم كيقبلوا داك الشيء عشوائيا، لان ما يمكنش كاين شي ناس اللي عندهم اكسبيريونس ويدخلوا في ماتش بامازون ويطحنوا القضيه مزيان، كتلقاهم ديزاينرز، كتلقى عندهم ويب سايت، كتلقى عندهم كل شيء بروفيسيونيل وما كيتقبلوش. كاين اللي ما عنده والو، ما كتبش حتى رساله مزيانه وكيتقبل. انا كنعرف بزاف ديال الناس اللي تاكسبتاو بوالو، كيكتبوا غير باراغراف صغيره وصافي وكيزيدوا مع الطريق. وهاد المساله كنشوفها بزاف، يعني هنا كتعرف بان القضيه فيها ان وهاد الناس هادو راه ممكن ما كيشوفوش كاع في الطلبات. انا اللي كنشك هو كل بلاد عندها واحد الكواوتا، يعني واحد القدر ديال الناس اللي خصهم يتقبلوا كل نهار، وداك الشيء اللي كاين امازون كتقبل داك القدر ديال الناس. وعلاش في المغرب والجزائر وهاد البلدان هادو اللي باغيين يخدموا في ماتش بامازون بزاف ما كيتقبلوش؟ لحقاش كيديروا بزاف ديال الطلبات. داكشي علاش كنشوفوا الناس في الميساجات كيقول لك ما تقبلناش ما تقبلناش، يعني كتلقاهم كيديروا الطلبات اكثر من بلدان بحال في امريكان ولا في الانجليز. هادشي علاش كيكثر رفض. فهاد الويب سايت سيكشن ما غندخل والو، غنخليها خاويه. دابا خاصنا نجاوبوا هاد الكابتشا هادي، ندخلوا شنو كاتبين لنا هنايا ونكليكيو على سند ريكويست وصافي. هادشي اللي كاين ساهله مال القضيه، ولكن اللي صعيب هو القبول سورتو في المغرب الجزائر، يعني نورث افريكا، مصر، الشرق الاوسط، البلدان اللي كيطلبوا بزاف ديال الطلبات ما كيتقبلوش، الاكثريه ما كيتقبلوش. دابا امازون غادي يشوفوا لابليكاسيون ديالكم ويردوا عليكم في خضون 14 يوم، وغيصيفطوا لكم القرار ديالهم في الايميل اللي دخلتوا في الريجستريشن. الا ما ردوش عليكم في خضون 14 يوم راه ما عندكم ما ديروا غير تسناو، راه ما كاينش شي طريقه اللي غادي ديروها باش غادي تعرفوا واش تقبلتوا ولا لا، خاصكم غير تسناو لان ما غاديش يجاوبوكم، ولا غادي يقولوا لكم تسناو راه داكشي في الريفيو. سو بلا ما تعذبوا راسكم وتحاول تايميليهم راه ما يعطيوكمش الجواب. اهم حاجه هي قراو هاد الكونتنت بوليسي ديالهم باش تفهموا القوانين. انا تيقول لك تقدر داونلود التمبليت باش تعرف كيفاش ديزاين الارت ورك ديالهم. سهل ما لهادش. هاد الطريقه ماشي مضمونه 100% لان امازون هي اللي كتاخذ القرار واش تقبلوا ولا ما تقبلوش. حنا لاحظنا بان تقريبا 95% ديال الناس اللي كيديروا الدوموند ما كيتقبلوش، غير شي 5% اللي كيتقبلوا. فاي واحد ما تقبلش لقينا لكم الحل، ونقدروا نصوبوا لكم كونت ديال ماتش با امازون في 24 ساعه ولا اقل. سو الخوت باش نصوبوا لكم الحساب ديال ماتش با امازون بسميه ديالكم، غادي تمشيو لهاد السيت هذا ديالي، غادي تقراو هاد الشيء الا بغيتو، غادي تشوفوا شنو هو لوفر شنو هو العرض. من الاحسن شريو قبل ما تسالى هاد التايمه هادي باش ما يتسالاش العرض وما تبلوكاش الباج. الخلاص كلشي سيف بالسترايب، يعني ما كاينش مشكل من ناحيه الدفع، وبكل شفافيه الخوت كنوريكم الكاستمر ريفيوز، الناس اللي تقداو معنا لي كونت وصلهم داكشي هو هذاك، كنبينوا لكم كلشي هنايا. ها نتوما شوفوا شحال ديال الريفيوز الحمد لله، وراه هادشي غير اللي داير هنايا في السيت، ماشي الاخر كامل راه في انستغرام. كلشي الحمد لله كيشكر لنا في السيرفيس ديالنا، وكلشي كيقول داكشي وصلهم هو هذاك في وقت جد واجز في اقل من 24 ساعه. ولا ما وصلكمش الحساب في ظرف 24 ساعه غنعطيكم انا ريفاند، يعني عندك 100% ماني باك جارانتي، ما كاينش مشكل من ناحيه الدفع وما كاينش ريسك. سو باش تطلب الحساب ديالك غادي تهبط لهنايا، وغادي تعمر المعلومات ديالك كامله الحقيقيه. هنا في ستيت غادي دير غير السميه ديال المدينه ديالك، وهنا غادي دير الكود بوستال ديالك، وهنا غادي دير رقم طويل ديال لاكارت ديالك ديال البنكه، وهنا غادي دير داك ثلاثه ديال الميريت سيكوريتي اللي كاينين في اللور ديال لاكارت ديالك. ومن بعد غادي تبرك على يس كرييت ماي اكاونت. من بعد فاش غادي دوز لك ترانزاكسيون غادي
غادي تبان لك هاد لاباج هادي، غادي تبرك على فيلين ديس فورم. ملي غادي تبرك عليها غادي تبان لك هاد الفورم هادي. هنا غادي تدخل كاع المعلومات ديالك الصحيحه، غتدخل الايميل اللي شريتي به، وهنا الايميل اللي شريتي به حتى هو المعلومات هادو باينين، سميه الكنيه، لادريس، التليفون ديالك، واش ساكن في ميريكان ولا ما ساكنش في ميريكان، غدير ياس ولا نو. الا ما ساكنش في ميريكان هنايا غادي تكتب تاكس اي دي ديالك ولا غتكتب الكارد اي دي ديالك. ولا ساكن في ميريكان هنا غتدخل المعلومات ديالك. ملي غتعمرها غادي تكليك سبميت. اون فوا غادي يوصلونا المعلومات، تيم غادي يصوب لكم الكونت ديالكم في اقل من 24 ساعه، وانا اللي غنصيفط لكم ايميل فيه لاكسي ديال الكونت ديالكم، وفيه واحد الفيديو كيشرح كلشي من ا حتى زد كيفاش تحافظوا على الكونت ديالكم وكيفاش تستعملوه مع كي دي بي بلا مشكل. واول حاجه غادي ديروا هي غتفرجوا في داك الفيديو وغادي تتبعوا الخطوات اللي كنشرح فيه باش تحافظوا على الكونت ديالكم وتبداو الخدمه في البلاصه. واللي عنده شي سؤال يصيفط ليا فيسبوك ولا انستغرام @masteradp، ولا يصيفط ليا ايميل، راكم عارفين الايميل ديالي، غادي ما كنخليه تحت في الديسكريبشن في الفيديوهات ديالي، ولا صيفطوا ليا ميساج هنايا. كما شفتوا سيرفيس سريع بالمعايير الدوليه، الا شريتو راكم ما غاديش تندموا وراكم كتعرفوني. وهانتوما شفتوا ريفيوز كاملين الحمد لله، كلشي كيقول هضره زوينه، ومرحبا بكم في اي وقت. كما كتعرفوا ديما كيعجبني نعطيكم الفاليو. اليوم ان شاء الله غنعطيكم اكثر من 200 نيش اللي خدامه مزيان باش غادي داونلوديوهم. غادي نخلي لكم الرابط لتحت في الديسكريبشن، دخلوا طلبوا باش نصيفط لكم داك النيشات، ولتحت غادي تلقاو كاع الروابط المهمه، رابط ديال الفيسبوك ديالي، ديال الويب سايت، ديال الريسورسز والتولز اللي كنستعمل، ديال كلشي. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم ديروا واحد الثامز اب، ديروا واحد اللايك، سبسكرايب تو ذا شانل، خليو شي كومنت الا عندكم شي كويستشن، وضغطوا على داك زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم. شكرا بزاف ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.